دي بمناسبه ايه؟ عشان الراي بنحب برضو السعوديه والرئيس بتاع السعوديه واهل السعوديه اخواتنا. كلنا سعوديه. انا بسال كل سؤال مصري وانا مصري وبقول خير هيعم على البلد كلها. تحيا مصر والسعوديه. تحيا مصر. تحيا مصر والسعوديه. مصر والسعوديه ايد واحده. واخد نقطه دم في عمري بقول يا سيسي يا سيسي انت رئيس. تمام. بس خلص الكلام. شعارنا مصر. مصر يعني مصر والنصر مصر. قول لي حضرتك بتشتغل ايه اصلا؟ انا قرات معادي. تمام. وراجل صنايعي. تمام. وبقول يا رب استر مصر من كل راجل يفتري عليها ولا يظلم كل الشر ان شاء الله. مصر منصوره بالخير والاسلام ومصر ومسيحي وكله بعض وايد واحده مصر. وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. هي دي مصر. هي مين اللي منظم الوقفه دي يا جماعه؟ مين اللي منظم الوقفه دي؟ احنا. انت حضرتك اللي منظم؟ احنا من حب مصر. ليه اخترت ميدان ثلاث حرب تحديدا؟ مش هقول لك ليه؟ عشان السيسي ما السيسي هو احنا الشباب ده الشباب مش لاقيين ناكل. السيسي فتح لنا مصانع وفتح لنا حاجات من ديت. احنا بنحب الراجل دوت. شكرا يا جماعه.